الراعي صراحة نشوف. عندنا عنوان يقول once upon a time, once upon a time, once upon a time. تجي يقول كان يا مكان أو كان في قديم الزمان أو حدث ذات مرة. كان يا مكان قصة قديمة، هسه راح نشوفها ورا ما تستمعون للملف الصوتي. كوبيها ملف صوتي هنا أعزائي تلاحظون، ملف صوتي استماع. خلي أقرأ لكم النص، النص مال الملف الصوتي راح نشوف. يقول once upon a time، كان يا مكان في قديم الزمان، there was a young shepherd، there was a young shepherd، كان هناك راع شاب، كان هناك راع شاب. طيب he was looking after his sheep، هو كان يعتني، looking after يعتني، كان يعتني بخرافه، خراف هنا قطيع، قطيع من الخراف أو الغنم، كان يعتني بخرافه. in a field، في حقل، near، بالقرب، a small village، بالقرب من قرية صغيرة. and he was very bored، وهو كان ضجرا جدا، يعني يشعر بورد، يشعر بالملل، ضجر، سئم، سآمة، تضجر. فايش قال بنفسه؟ دي يحكي بنفسه. he thought، هو فكر، هذا ماضي مال think، thought، I've done nothing all day، انني لا افعل شيئا، انني لا افعل اي شيء، اي شيء طوال اليوم. he thought، هو فكر، دي يحكي بنفسه. I've walked around this field 10 times and I'm bored، يقول أني أنني أتمشى حول هذا الحقل 10 times، 10 مرات، and I'm bored، وإنني ضجر. then، ثم، he had an idea، خطرت له فكرة، جاءته فكرة، كان لديه فكرة، an idea. He ran into the village، هو ركض، الران أعزائي، ران، الران هذا هو الماضي مال ران، ران مال ركض، هو ركض إلى الـ into، إلى to the village، هو ركض إلى القرية. I've just seen a wolf، he shouted، هو صرخ، صرخ، قام يصيح. إيش قال؟ I've just seen a wolf، أنا لتوي، أنا للتو، seen، رأيت، a wolf، رأيت ذئبا، wolf هو ذئب. it has eaten one of my sheep، يقول هو ال it تعود على ال wolf أعزائي، it، لأنه يعني بالجملة الأولى حكى بين ال wolf، إنه إيش قال عن ال wolf؟ قال it، it has eaten، هو قد أكل، هو قد أكل one، إحدى my sheep، إحدى خرافي أو غنمي. the men of the village، يقول رجال القرية، الرجال في القرية، the men of the village ran to the field، ركضوا إلى الحقل، but the sheep were eating happily and there was no wolf، يقول but، لكن the sheep، الخراف، were eating، كانت تأكل happily، بسعادة، and there was no wolf، ولم يكن هناك no wolf، لم يكن هناك ذئب. the shepherd laughed loudly، يقول the shepherd، الراعي، laughed، ضحك، loudly، بصوت عال، بصوت عالي ضحك. that's not funny، ذلك ليس مضحكا، one of the men said angrily، أحد، one of the men، أحد الرجال اللي راحوا طبعا من القرية، سيد، قال بغضب، بغضب، إيش قال؟ That's not funny، ذلك ليس مضحكا، هذا شيء ما يضحك، أنت تضحك لأن ضحكت علينا وقلت لنا كذب وإحنا جينا كل شيء ما لقينا. The next day، في اليوم التالي، the shepherd did the same thing، في اليوم التالي، the next day، the shepherd، الراعي، did، فعل أو قام، the same thing، قام بنفس الشيء، سوى نفس الشيء، ايش قال؟ قام يصيح help، help، النجدة، النجدة، العون، المساعدة. he shouted، هو صرخ، a wolf has eaten one of my sheep، ذئب، هنالك ذئب قد أكل إحدى خرافي. come quickly، تعالوا بسرعة. oh no، not again، said one of the men، واحد، أحد،
قال أحد الرجال قال أوه نو كلا ليس مرة أخرى not again but we have to go ولكن علينا أن نذهب يجب علينا أن نذهب we have to go said another واحد آخر قال said another another من المين and they ran to the field وهم ركضوا إلى الحقل طيب again the sheep مرة أخرى the sheep were eating happily مرة أخرى the sheep قطيع الخراف أو الأغنام كانت تأكل ب أو كان يأكل بسعادة there was no wolf ولم يكن هنالك ذئب the shepherd did this the next day the shepherd الراعي فعل ذلك مرة أخرى طيب هنا راح نرجع نكمل and the next day يعني يوم ورا يوم يعني يوم ورا يوم بقى يسوي هاي اللعبة حتى يضحك على الناس on the fifth day on the fifth day on the fifth day في اليوم الخامس he was watching his sheep again يقول هو كان يراقب خرافه مرة أخرى when he saw a wolf عندما هو رأى ذئبا أكو ذئب هالمرة إجا ذئب من صدق it had huge white teeth يقول it تعود عليه من تعود على الذئب أعزائي it had كان يمتلك هيوج ضخم وايت تيث كان يمتلك أسنانا بيضاء ضخمة أسنان الذئب كانت it had huge white teeth أسنان الذئب كانت ضخمة وبيضاء it took one of his sheep الإيت تعود على الذئب it took قول هو أخذ إحدى خرافه he ran to the village shouting ها منو اللي هي تعود عليه من أعزائي تعود على الشيبارد اللي هو لأنه عاقل بس هنا الإيت وين تعود على الذئب يقول he ran to the village shouting يقول هو ركض إلى القرية صارخا help النجدة المساعدة the wolf الذئب it has just taken one of my sheep هالمرة صدق it has taken يقول هو إنه قد أخذ إحدى خرافي oh no not this time we don't believe you يعني كلا ليس هذه المرة نحن لن نصدقك we don't believe you نحن لا نصدقك said one of the men of the village قال أحد رجال القرية But it's true ولكن الأمر صحيح But it's true said the shepherd قال الراعي The man spoke again الرجل تكلم مرة أخرى We don't believe you نحن لا نصدقك He said slowly هو قال ببطء يعني ببرود قال على كيف احنا ما نصدقك And angrily وبغضب Go away اذهب من هنا The shepherd went back to the field. الراعي ذهب عائدا to the field إلى الحقل. All his sheep were dead. جميع خرافه كانت ميتة. He sat down. هو جلس on the stone على الصخرة and cried sadly. وبكى بحزن وبكى بحزن and cried sadly طيب انتهت القصة هنا أعزائي انتهت نرجع وين نرجع للقصة أعزائي للكتاب نرجع once upon a time كان يا مكان أو حدث مرة في حدث في إحدى المرات عندنا هذه لما نجي نرتب يقول look at the pictures انظر هسه نروح نرجع نحلها شلون القصة look at the pictures انظر إلى الصور do you know this story هل تعرف هذه القصة listen to the story ورا ما استمعنا إليها طبعا عندكم الصوتي إن شاء الله يعني تستمعون إليه طريق المدرس يسمع لكم إياه and put the pictures وضع الصور
in order بشكل مرتب. طيب once upon a time كان يا مكان في قديم الزمان. once upon a time out تقدر تقول حدث ذات مرة. look at the pictures انظر إلى الصور. do you know this story هل تعرف هذه القصة؟ يعني قصد هنا do you know this story هل تعرف هاي القصة؟ يعني مر علي قبل هاي القصة، وهي حتى موجودة بالأدبيات اللي عندنا بالأدب العربي، مثلا هذا الكذاب اللي طرح فد شغلة وعجبت القصة تكذب على الناس، بالبداية ما حد صدق بس من صارت به شغلة من صارت من صدق ما حد، من لأنه كذاب ما مشت عليه أنه كذاب ما حد صدق به، فيقول do you know نهاية هشوف قاي قصد العبارة do you know this story هل تعرف هذه القصة مرة عليك. طيب listen to the story استمع إلى القصة and put the pictures in order وضع هذه وضع الصور في ان اوردر بشكل مرتب. راح نشوف صور ما بعد ما قرأت لكم القصة. شوف هاي البداية هاي كانت I'm bored انني ضجر ضايج ضجر شو يسوي ما عنده شغل، فوين راح سوى هاي راح قال لأهل القرية قال لهم أولف فلان كذيب اللي قرينا رقم اثنين. رقم ثلاثة لما نجوا إلى القرية وراحوا للفيلد هذا وشافوا الشيب يعني eating happily تتأكل بصورة سعيدة That's not funny. That's not funny. ذلك ليس مضحكا. هو والله ما ضحك عليه. واحد يقول هذا الشيء ما يضحك حتى تضحك يعني. قصد. بعدين رابع مرة قال هم قالهم وولف وهذه. بس هنا لاحظوا هنا هادئ يعني هم لأنه كذاب شكله كذاب. فقالوا له we don't believe you. نحن لا نصدقك. هذا رقم أربعة. رقم خمسة من رجع للحق اللي كانوا كذاب. هاي كانت huge white teeth. هيوج وايت تيث قريت لكم اياها اسنانه بيضاء وضخمه هذا ذئب تلاحظون واخذ وحده من الغنمات مالاته النعاج ف راح للقريه هالمره من صدق. لاحظوا هنا حتى هاي الحركه هنا بهدوء كذاب يضحك عليهم بس هنا الحركه بها انفعال انه فعلا اكو ذئب اجى يصيح وهذا قال لهم اكو ذئب فقالوا له نوت اجين ليس مره اخرى هاي السادسه ما حد صدق به فمن رجع للحق من رجع ورا ما عرفنا القصة أعزائي ورتبنا أحداثها مثل ما تشوفون 7 2 4 3 6 1 5 يقول what do you think these words mean ماذا تعتقد أن هذا شنو معنى هذا المعنى الكلمات shepherd راعي sheep قطيع من الغنم وغنم board ضجر أو سئم وضايج مال wolf ذئب funny مضحك dead ميت which of these Does the story tell you? أي من هذه الأمور تخبرك بها القصة؟ Do not laugh at people. لا تضحك على الناس. Do not tell a lie. لا تكذب. لا تنقل يعني لا تكذب. Do not tell a lie. لا تخبر بكذبة يعني لا تكذب. لا تكذب. Wolves are dangerous. الذئاب هي خطرة. الذئاب خطرة. 39 39 بالكراسة عندنا هذا التمرين lesson 8 يقول listen to the story on page 27 يقول استمع إلى القصة قصة طبعا عن طريق الصوتي الملف الصوتي اللي يسمع لكم اياه المدرس او المدرسة بالصف ومع هذا اذا ماكو يعني ملف صوتي تسمعوه تقدرون ترجعون للحوار ترجعون للحوار باخر مثلا 23 رقمة ترجعون للحوار اخر الكتاب وتقدرون تقرون النص او تقدر ترجع لدرسنا السابق اللي احنا قريناه طبعا قرينا القصة قرينا الملف الصوتي بالدرس السابق الدرس السابق اللي سبق هذا اللي يتحدث عن قصة الراعي الكذاب. طيب on a student book on your student book كتاب طالب مالتك again مرة اخرى انا answer the questions واجب على الاسئلة write notes واكتب ملاحظات. طيب احنا راح نقراها وياكم اعزائي والحلو طبعا كملت لكم اياها. One, how did the shepherd feel كيف كان يشعر الراعي بورد يشعر بالضجر بالسآمة بالملل مال يشعر بالملل. طيب اثنين he said a wolf was eating his sheep هو قال انه الذئب قد اكل خرافه was this true هل كان هذا صحيحا no مو صحيح لأنه هو كذاب. What were the sheep doing when the men ran to the field؟ يقول ماذا الخراف كانت تفعل عندما الرجال ركضوا إلى الحقل؟ Eating happily كانت الخراف تأكل بسعادة سعيدة وتأكل وماكو شيء أمان. How many times did they go to the field؟ كم مرة هنا تايم تجي مرة كم عدد المرات
اللي هم ذول الناس الرجال، رجال القرية جو ذهبوا to the field إلى الحقل فور، أربع مرات راحوا لأن هو كذب عليهم أربع مرات. Did they see a wolf؟ هل هم رأوا ذئبا؟ No، كلا لم يروا. What did the shepherd see on the fifth day؟ ماذا رأى؟ ماذا الشيبرد الراعي سي رأى on the fifth day في اليوم الخامس؟ on لاحظوا on the fifth day في اليوم الخامس a wolf رأى ذئبا، هالمرة شاف ذئب من صدق. Why did the men not go to the field؟ لماذا الرجال لم يذهبوا إلى الحقل؟ didn't believe the shepherd، لم يصدقوا الشيبرد لأنه كذاب، كل مرة يروحون كل شيء ما يشوفون فما صدقوه فما راحوا بالمرة الخامسة. زين Why did the shepherd cry؟ لماذا بكى الراعي؟ All sheep did، لأن جميع الخراف كانت ميتة والذيب افترسها. طيب read the story about the shepherd، اقرأ القصة حول الراعي. Write the missing word، اكتب الكلمات المفقودة والجمل. طيب هنا راح نقرأها بصورة سريعة حسب النص اللي موجود اللي عندكم بآخر الكتاب أو اللي هو نفس الملف الصوتي. يقول once upon a time، كان يا مكان في قديم الزمان في إحدى المرات، there was، كان هناك shepherd راعي، كان هناك راعي، he was bored، كان ضجرا، هو كان ضجرا. فقال ايش قال لنفسه؟ I've done nothing، إنني لا أفعل أي شيء، لا شيء، ما جاي أسوي أي شيء، all day، طوال اليوم، he said، هو قال. Then he had an idea، ثم خطرت له فكرة، ثم جاءته فكرة. He ran into the village، هو ركض إلى القرية، and shouted، وصرخ. A wolf، ذئب، has eaten my sheep، قد أكل خرافي. The men of the village، رجال القرية، ran to the field، ركضوا إلى الحقل. But there was no wolf، ولكن لم يكن هنالك ذئب. And the sheep were eating happily، وكانت الخراف تأكل بسعادة. The shepherd laughed loudly، الراعي ضحك بصوت عال، بصوت عالي. That's not funny، ذلك ليس مضحكا، هذا الشيء ما يضحك. One of the men said angrily، قال أحد الرجال بغضب. The shepherd did this four times، يقول الراعي فعل ذلك، فعل ذلك أو قام بذلك four times، أربع مرات. And the men، والرجال، went to the field، والرجال ذهبوا إلى الحقل every time، كل مرة. On the fifth، on the fifth، العفو هنا، هنا عندنا زيادة بس نصححها وأنتم موجودين. لحظة بس راح نصحح هذه الكلمة، أكو خطأ هنا. هنا on، هنا قلنا on the fifth on، أعزائي هسه تصححت، آسفين على هذا الخطأ، جل من لا يخطئ. on the fifth في اليوم ال on the fifth evening في المساء، في المساء الخامس، في المساء الخامس، خامس مرة. the shepherd saw، الراعي رأى a wolf، ذئبا، near his sheep، بالقرب من خرافه. he ran to the village، هو ركض إلى القرية. وش قال؟ come quickly، تعالوا بسرعة. he said، هو قال I've seen a wolf، لقد رأيت ذئبا. we don't believe you، نحن لا نصدقك. said one of the men، قال أحد الرجال. And they didn't go to the field، وهم لم يذهبوا إلى الحقل. The shepherd went back، الراعي went back، عاد، ذهب عائدا، ذهب عائدا، عاد بمعنى went back، عاد أو رجع to the field إلى الحقل. All of his sheep، جميع خرافه، were dead، كانت ميتة. He sat down، هو جلس، and cried sadly، وبكى بحزن. تلاحظون أعزائي هاي اللي موجودة بالفراغات. بعدنا بالقصة اللي تتحدث عن الراعي الكذاب. يقول write your own story، اكتب قصتك أنت. with a friend، مع صديق. write a short story، اكتب قصة قصيرة. about a boy، حول ولد. or girl، بنت. who tells lies، يقول أو يخبر، يقول الكذب، يكذب. who tells lies، يكذب على طول. طيب begin، يقول ابدأ. once upon a time، في إحدى المرات. there was، كان هناك. هاي طبعا أنت تبدأ القصة. what has he or she done or seen or heard، ماذا قد هو أو هي
فعل أو فعلت أو رأى أو رأت أو سمع أو سمعت شاف وسمع. طيب is it true, is it true, هل كان ذلك صحيحا؟ Do people believe the boy or girl, هل الناس يصدقون الولد أو البنت؟ طبعا أكيد no. What happens at the end, ماذا حدث في النهاية؟ How does the boy or girl feel, كيف شعر الولد أو البنت في النهاية، نهاية القصة؟ هاي تكتب، إذا تحاول تقدر تكتب تستوحي من القصة، في القصة قصيرة عبارة عن نشاط ممكن يطلبه من عندك الأستاذ أو الأستاذة بالصف. طيب